Ambici. السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى يا ربي كاملين تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطويجين كيجي روعة، كيجي اللي كياكلو عندي والغلمي بالديك الرومي. عندي البصلة، نقطعه على طول، ربيطة ديال القزبر والمعدنوس، عندي هنا الديك الرومي ملوجة ولا الكتف، نغسل عندي غسلتهم بالملح مزيان وحيت لهم الجلدة. هادي خليتها باش تشوفوا باللي راه هو الديك الرومي. ولا بيبي، عندي التوابل، نبزار، الخرقوم، سكنجبير، الملحه، السمن، عد القرفه، عندي زعفران شعره غادي نضيفه حتى الاخر تيقرب يطيب، غادي نضيف الزعفران شعره. غادي نضيف النص ديال التوابل واش غادي نشرمل به. نقطة د الماء ما كنضيفهاش لهاد الطاجين، حتى الشرميل غادي ما غاديش نضيف حتى نقطة د الماء، غنشرملو هكاك. غادي ندخل التوابل مزيان، غادي نضيف التوابل اللي بقالي على البصيلة، غادي نضيف هاد القبيطة ديال الربيع، نضيف الزيت، درت غير الزيت العادية الرومية، زيت المائدة، هو صافي غادي يبدا يطيب، ما غاش نضيف له لا ما لا حتى حاجه، نخليه غير ديك المريقه ديك الميه اللي كتنزل من ديك البصله هو اللي غادي يطيب فيها الطويجين، وغادي نهز ديك الميه ونكب على ديك المريقه ونكب على مره مره، نهز ديك المريقه ونكب على اللحم. عندي البرقوق غادي نعسله، عندي شويه ديال السكر، عندي عود القرفه، عندي البرقوق، ونضيف شويه ديال الزيت، الزيت كيخلي البرقوق ديالنا كيعطي واحد بريو عكس الزبده، الزبده ملي كيبرد ونضيف الماء، الزبده ملي كيبرد البرقوق كيولي مضبب، الزيت حسن.
صافي ضفت الماء وغادي نردو يتشحر مزيان، غادي نردو في الكسرونة باش يتعسل لي مزيان. البطاطا فريت صيتو في الفران، طيبتو في الفران، كيجي مقرمش ورطب من داخل. جوج معلقات ديال الزيت اللي صيبتو، ثلاث قراميشة. انا ما بقيتش كنقلي البطاطا، ما بقيتش كنقلي الفريت، وليت كنطيبو في الفران. ها الطويجين ديالنا وجد، جا مشحر على حقو وطريقو. نتوما واللي بغا شي طويجن اخر، شي بالحوت باي حاجه، يخليها لي في التعاليق ان شاء الله نصايبو لكم. غادي نضيف البرقوق، فهمتي الطوجين ديالنا جا واقف في الزويته ديالو، وجات ديك البصيله من داخل المراه، والبصيله جات نزينو بالبيض، نزينو بالزنجلان، الطوجين ديالنا ما شهيتكم فيه، كيجي غزال اللي كياكلو كيقول غلمي. وبغيت نشاركو معاكم ماشي خسارة فيكم، وبالصحة والراحة.